يعني عندما تأتينا كلمة من عيوني، نعم حينما نطلب من أحد الأعزاء نعم طلب يقول لنا إيه من عيوني، نعم كم نعم تفرحنا هذه الكلمة. فما كثيرا. بالنا نعم إذا قال لنا المولى سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإنك بأعيننا. نعم، نعم ده يعني يطرح تساؤل: هل هناك دلالة من ربط معية الله سبحانه وتعالى بهذه الآية وبالصبر؟ معنى عظيم جدا جدا جدا. سبحان الله، يعني أولا أشكرك، أنت بارك تختار يعني بارك ما الله شاء فيك، الله حفظكم الله ورعاكم. يعني مواضيع دقيقة جدا وتحتاج إلى تركيز، لأن تدبر القرآن الحقيقة يحتاج إلى تركيز وتفكير عميق. فإنك بأعيننا، يعني هذا أعلى من الآية التي تقول نعم، إن الله مع الصابرين. هنا درجة أعلى. أعلى، نعم، فإنك بأعيننا. وكأن الله يريد أن يقول لك إذا صبرت أيها الإنسان، لأن انتبه قبل أن أكمل، الآيات التي خاطب الله بها حبيبه عليه صلى الصلاة الله عليه وسلم، والسلام صلى الله عليه وسلم، أيضا هي موجهة لكل مؤمن من بعده، لأنه صحيح، هو القدوة وهو الأسوة. نعم، لقد كان لكم في رسول فكأن الله. الله يريد أن يقول لي ولك ولكل إنسان: إذا صبرت ابتغاء وجه الله فثق تماما أنك ستكون بأعيننا، أن الله سبحانه وتعالى سيراك، سيهتم بك دائما، لن يتخلى عنك، سيعلم، أو هو يعلم طبعا ما تحتاج، ويهيئ لك الخير من قبل أن تطلبه. فإنك بأعيننا، هاتان الكلمتان فإنك بأعيننا تريحان النفس جدا إذا علم الإنسان معنى هذه الكلمات. ما معنى أن تكون بأعين الله؟ يعني تحت نظر الله، اهتمام الله بك، رعايته لك، حفظه لك، أمانه وضمانه، أمان من الخوف، من الجوع، من العطش، من الظلم. يعني أنا أكرر المثال دائما، يعني لو أن إنسان مهم قال لك: أنا معك وأنا عيني عليك ولا تقلق، ستشعر براحة نفسية كبيرة. فكيف إذا كان الملك سبحانه وتعالى هو من يقول لك: فإنك بأعيننا، مهما كان همك كبيرا، مهما كانت المشاكل التي تعصف بك كبيرة جدا، الله أكبر. نعم، الله أكبر، ولا تجد لها حلا، فإن هذه الآية كفيلة أن تشعرك بالطمأنينة، بالسعادة. يعني ماذا أريد إذا كان الله معي ويقول لي: فإنك بأعيننا؟ ماذا أريد بعد ذلك؟ يعني هل أطمح أن يكرمني فلان أو فلان أو فلان من أصبح الناس؟ في أمان الله وضمان الله وكان في الله ورعاية نعم، الله، خلاص نعم، الموضوع انتهى. صحيح. لذلك هنا أنا أحب من كل أخ كريم يعاني من مرض أو بلاء أو مشكلة، أو له حاجة عند أحد ولا تقضى، أو مبتلى بفقر، مبتلى بظلم، مبتلى بأذى، إنسان قد تظلمه زوجته، قد يظلمه أبناؤه، قد يظلمه إخوته، هذا الإنسان تذكر هذه الآية الكريمة: فإنك بأعيننا. تذكر أنك إذا صبرت على هذا البلاء، الله لن ينساك أبدا، الله عز وجل لن يتركك، وهو الذي قال لك: إن الله مع الصابرين، إن الله لمع المحسنين، فإنك بأعيننا. كل هذا والله هو علاج وشفاء، وهو دواء حقيقي لمشاكل العصر اليوم. يعني انظر، للأسف اليوم كثير من الناس يعاني من مشاكل كبيرة جدا، ولكنه لا يلجأ إلى الله،
والله عز وجل من كرمه أنه هو الذي ينادينا، هو الذي يدعونا. أما يجيب المضطر إذا دعوه. نعم. شوف السوء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يريدك أن تدعوه لأنه إله كريم، يريدك أن تذهب إليه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. نعم. يريدك أن تعود إليه، أن ترجع إليه. لذلك عندما تحدث سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. نعم. قالوا إنا لله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. قالوا إنا لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. راجعون. إذن يجب أن تعلم أنك ستعود إلى الله وسترجع إلى الله، لا مفر من ذلك، وأن إلى ربك المنتهى. نعم. فأنت إذن بين يدي الله في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الرجوع إلى الله يشعرك بالسعادة. طيب ماذا يحدث إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون؟ بكل بساطة الله سبحانه وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا صلوات الله تتنزل عليك، والصلوات هنا هي الرحمة وهي الحفظ. أنا ثقتي بالله كبيرة جدا أنه سيحفظني من شر كل شيء، لذلك أنا هاجس الخوف غير موجود عندي. هاجس الخوف من المستقبل الذي يعاني منه الكثير اليوم كما قلت لك بسبب ضغط مواقع الإنترنت والإعلام العالمي والأشياء التي تجعل الإنسان يخاف من المستقبل. هذا الأمر لا وجود له عند المؤمن الذي يثق بالله سبحانه وتعالى، لأن الخوف مصدره الشيطان، ويخوفونك بالذين من دونه. فعندما أنت يعني تقرأ هذه الآيات إن الله مع الصابرين، فإنك بأعيننا، عندما تعلم أن رحمة الله ستنزل عليك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمهتدون هنا لا تقتصر فقط على هداية الإيمان، الإنسان يحتاج للهداية في كل شيء. إنسان أحيانا يريد أن يبحث عن عمل فلا يهتدي إلى العمل الصحيح. إنسان يبحث عن حل مشكلة في بيته أو خارج بيته لا يجد لها حلا عند الكريم سبحانه وتعالى، يحتاج للهداية. إذن هنا الهداية التي تنزل على الإنسان ليست هداية الإيمان فقط، بل هداية كيف يدير شؤون حياته، كيف يحل مشاكله، كيف يهتدي للرزق الصحيح، كيف يهتدي للعلم الصحيح، كيف يهتدي أحيانا الإنسان يريد أن يشتري متاعا من متاع الدنيا. نعم. يحتاج إلى من يهديه للاختيار الصحيح. نعم. يعني اليوم يوجد علم هو فن اتخاذ القرار، هذا نوع أنواع الهداية. صح. أن يهديك الله أن تتخذ قرارا سليما. ولذلك هنا يعني موضوع الصبر موضوع كبير جدا في القرآن العظيم، وموضوع حقيقة يعني يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر طويل جدا. من خلال حسن معايشتكم للقرآن. نعم. تدبرا. نعم. إن شاء الله سنظل في مع الصبر إن شاء الله. والذين اهتدوا زادهم هدى. نعم. يعني وكأني بخلاصة كلام حضرتك إن الكتالوج هذا الجسم، هذا الإنسان، من الذي خلقه؟ الكريم القادر اللطيف سبحانه وتعالى. نعم. فعندما تتفاقم عليه المشاكل أو يوضع في مشكلة ما، عليه أن يعود بالكتالوج بتاعه إلى الله. نعم. نعم. خلاص، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. نعم. هذا ما فهمته من حضرتك. بالضبط. بالضبط. طيب، نأتي إلى التغليف بقى الآخر. كل هذه المعية وهذا الاحتواء وهذا الفضل من ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى حب، أو دليل على علامة الحب. دلالة ربط الصبر بالحب. والله ما والله يحب الصابرين. نعم. أحسنت. سؤال سؤال دقيق جدا. حفظكم الله. انظر سبحان الله مفاهيم القرآن كلها مترابطة. يعني لا تستطيع أن تتحدث عن الصبر من دون أن تتحدث عن البلاء،
لا تستطيع أن تتحدث عن البلاء من دون أن تتحدث عن الرضا. لا تستطيع أن تتحدث عن الله عز وجل بدون أن تتحدث عن الحب. وإلا ما لماذا نعيش في الغرب؟ لماذا كثر لديهم الانتحار وكثر لديهم كثرت المشاكل والهموم النفسية والاكتئاب؟ ليس لديهم هدف. نحن من عظمة القرآن ومن نعمة الله علينا أنه بيّن لنا هدف هذه الدنيا مباشرة في كل آيات القرآن. كل آيات القرآن موجهة توجهك باتجاه هدف محدد هو الآخرة وليس الدنيا. هنا الله يحب الصابرين. طيب لماذا قال الله إنه يحب الصابرين؟ يعني كلمة الحب كلمة رقيقة جدا تلامس أعماق الإنسان وأعماق القلوب. أنت يمكن أن تكرم إنسان، يمكن أن تعطي فقير، يمكن أن تؤدي خدمة لأحد، يمكن أن تتكلم كلاما طيبا مع جارك، يمكن أن تفعل الكثير من أنواع السلوك. ولكن أنت عندما تقول لإنسان إنك تحبه، هذا نوع عالي جدا من أنواع السلوك، أعلى من العطاء وأعلى من الصدقة وأعلى من أن تقدم له خدمة أو كذا. فهنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ترتقي إلى مستوى عالي جدا في التفكير تجاه رب العالمين، وتقول في نفسك الله يحبني أنا. ستحب الصبر. سيدنا يعقوب ماذا قال؟ فصبر جميل، لأنه كان يسعى لمحبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله شيء عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لماذا اتباع النبي يجلب لنا محبة الله؟ لأن كل التعاليم التي جاء بها النبي كلها خير، وكلها فيها سعادة، وكلها يعني مثلا عندما أمرنا هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن نحسن حتى للحيوانات، عندما أمرنا أن نكرم الجار قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. معظمنا يظن أن هذا الحديث هدفه فقط الآخرة، لا، في الدنيا له فوائد. صحيح. لأن هناك دراسة ألمانية أثبتت أن الجار السيء يمكن أن يصيب جيرانه أو جاره بنوبة قلبية مثلا، يسبب له مشاكل نفسية وجسدية. لماذا؟ لأن المعاملة السيئة بين الجيران تؤدي لضغط نفسي وغضب، ويمكن أن تقود لاحتشاء عضلة قلبية أو مشاكل كثيرة جدا. لذلك يقولون ابحث عن الجار الجيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أمرك أن تكرم جارك فيه خير لك ولجارك. فتخيل لو أن كل الناس طبقوا هذا الحديث، كل واحد يكرم جاره، ستختفي المشاكل تماما، وبالتالي سيزداد الحب بين الناس والتواد وصلة التراحم نعم. الإنساني نعم. عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتجنب النظر لما حرم الله، يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، والله أمرنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب هذا فيه خير لنا وفيه خير للمجتمع. أثبت العلماء أن النظر إلى النساء بشهوة وبخاصة أفلام الإباحية وغير ذلك يؤدي إلى تدمير جزء من خلايا الدماغ، منطقة الناصية، وهذه دراسة قامت بها جامعة كامبريدج الشهيرة البريطانية، وأثبتت أن النظر إلى النساء العاريات أو الفاتنات أو بشهوة أو كذا
أنه يفعل بالدماغ أو في الدماغ مفعول المخدر، مخدرات، وبالتالي يقول لك إذا أردت أن تعيش حياة صحية تجنب النظر إلى هذه الأمور. طيب إذن هذه التعاليم هدفها أن تضمن لي السعادة والراحة النفسية. عندما أعلم أن الله عز وجل أمرني بهذا الأمر أو هذه التعاليم ليحفظ لي صحتي وليجعلني أكثر سعادة وطمأنينة وليجعلني أكثر يعني حبا للحياة واطمئنانا في هذه الحياة، طيب ألا أحب هذا الإله العظيم؟ سبحان الله، أنا سأحب إله يكرمني ويريد لي الخير أحبه. أنت إذا جاءك إنسان غريب أدى إليك معروفا تحبه وتقول له شكرا. طيب اليوم بعض الملحدين كل هذه النعم التي ينزلها الله عليهم لا تخرج من فمه كلمة الحمد لله، بل يجحد وجود الله وينكر وجود الله سبحان الله. لذلك هنا عندما تشعر بمحبة الله لك، أنا أتصور هذا إحساس ينسيك الهموم، ينسيك الحزن والاكتئاب، بل يمنحك قوة هائلة أنك تشعر أن الله معك. وما على العبد إلا أن يحمد الله عز وجل. وأنت أقل شيء قول الحمد لله، يعني أقل ما يمكن. يعني الحمد لله يعني بتأخذني إلى 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 جزئية أناقش حضرتك فيها. الحمد لله معين لا ينضب. نعم. وهذه الكلمة على رغم بساطتها كم أطفأت وجعا، كم أسكنت ألما، كم زرعت أملا في النفوس. نعم. هل هناك أثر أو ربط بين الحمد والصبر؟ والله كما قلنا يعني موضوع سيدنا يعقوب صبر كثيرا، وكان يقول فصبر جميل، وكان يحمد الله سبحانه وتعالى، لم يكن يتذمر، ولم وهكذا حال كل الأنبياء. يعني سيدنا يونس عليه السلام عندما ابتلي وكان في بطن الحوت، هل يوجد أعظم من هذا البلاء أو هذا الهم؟ مباشرة عاد إلى الله وقال لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت اعتراف بوحدانية الله، سبحانك تنزيه لله أن يظلمه، انظر وهو في البلاء يقول سبحانك، يعني يا رب أنت لا تفعل إلا الشيء الصح. وأخيرا اعترف أنه ظلم نفسه عندما خالف أمر الله وترك أمر الدعوة قبل أن يأذن له الله. إذن الحمد يكون في السراء والضراء، في المنع والعطاء، نعم، والشدة والرخاء. وأعظم أنواع الحمد عندما تبتلى فتصبر وتحمد الله عز وجل. لماذا؟ قبل ذلك، لماذا نجد إنسان يحمد الله وإنسان لا يحمد الله على البلاء؟ موجود، نعم. موجود طبعا في الواقع، صحيح. الفرق فقط هو كمية العلم، إنسان يعلم وإنسان لا يعلم. والله تعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بس عفوا باشمهندس، يعني هناك يعني ناس يعني لم تتوفر لهم فرص التعليم، غير متعلمين، يعني إلا أن تجد الراحة النفسية والرضا القلبي والاطمئنان لديه، وبالفعل بلسان اليقين ومنطق الحق المبين يحمد الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. لأنه فأنا بس يعني نوضح للسادة المشاهدين مفهوم العلم بالنسبة للجزئية. العلم ليس الحصول على شهادة. أيوة، نعم، لا يعني ذلك. حفظكم الله ورعاكم. نعم. لأننا إذا سنتحدث على العلم الأكاديمي الملحدون متفوقون أكثر منا بكثير، يعني يمتلكون ناصية العلم الحديث. أنا ما قصدت إلا بس التوضيح هذه الجزئية. نعم. حفظك الله. نحن نقول هنا العلم بالله عز وجل وهو أعلى أنواع العلم. بارك الله فيك. يعني الله ابتلى إنسان بمرض، هذا الإنسان في قلبه هو يعلم أن هذا البلاء من الله، ويعلم أن الله يريد له الخير،
ويعلم أنه لن يصرف عنه هذا البلاء إلا الله، لأنه قرأ قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فهذا الضر لن يكشفه إلا الله. وبعد أن يكشف هذا الضر، الله عز وجل يكشف هذا الضر، سيكون هناك فرح وسعادة، وهذا يقين المؤمن الذي يجعله يقول الحمد لله. وفوق كل ذلك هو يعلم أن كل معاناة يعانيها هذا العبد فيها أجر عظيم عند الله، فهو يحمد الله على ذلك. يعني يقول: يا رب أنا أحمدك أن ابتليتني بهذا البلاء لترفعني عندك درجات عظيمة، يا رب أنا أحمدك لأنك أنت اخترت لي الخير، لأن هذا البلاء سيصرفني عن الشر، يا رب أنا أحمدك لأنك اخترت لي الشيء الذي يناسبني. أحيانا الفقر يكون هو الأنسب بالنسبة للإنسان، والغنى يكون هو الأنسب بالنسبة لإنسان آخر، لأنه سينفق في سبيل الله. وبالتالي هذه الأمور بكل بساطة عندما يصل الإنسان لهذا العلم يحمد الله. الإنسان الآخر لديه علم كبير ولكن في الدنيا وليس علم بالله سبحانه وتعالى، فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والذين درجات. أوتوا العلم درجات. نسأل الله أن نكون منهم جميعا. جزاكم الله خيرا. يعني في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم لحضرتك خالص الشكر والتقدير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم ويزيدكم من فضله عطاء وفهما ودرسا وتدبرا للقرآن الكريم. شكرا إخواتي أخواتي على حسن المتابعة، وعلى أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.